بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نكمل قراءة وشرح حاشية الشيخ إبراهيم البيجوري على شرح الشيخ ابن قاسم الغزي على متن الغاية والتقريب للقاضي أبي شجاع في فقه السادة الشافعية رحمهم الله تعالى جميعا، ونفعنا الله بعلومهم في الدارين آمين. ووقفنا على قوله وذكر المصنف الفروض في قوله وذكر المصنف الفروض في قوله وفروض الوضوء ستة أشياء. تكلمنا على شروط الوضوء، وتكلمنا على مكروهاته هذا يوم السبت الماضي، ووقفنا على فروض الوضوء ستة أشياء. أحدها النية، وحقيقتها شرعا قصد الشيء مقترنا بفعله، فإن تراخى عنه سمي عزما، وتكون النية عند غسل أول جزء من الوجه، أي مقترنة بذلك الجزء، أي مقترنة بذلك الجزء، لا بجميعه ولا بما قبله ولا بما بعده. فينوي المتوضئ عند غسل ما ذكر رفع حدث من أحداثه، أو ينوي استباحة مفتقر، أو ينوي استباحة مفتقر إلى وضوء، أو ينوي فرض الوضوء أو الوضوء فقط، أو الطهارة عن الحدث، فإن لم يقل عن الحدث لم يصح. وإذا نوى ما يعتبر من هذه النيات وشرك معه نية تنظف أو تبرد صح وضوءه. ده كل دي متعلقات النية. فروض الوضوء ستة أشياء: النية، غسل الوجه، اليدين إلى المرفقين، مسح بعض الرأس، غسل الرجلين، والترتيب على ما ذكرنا. يبقى ست سهلة. دي فروض الوضوء التي لا يصح الوضوء إلا بها، والفرض هو ما لا يصح الوضوء إلا به، أو ما لا تصح العبادة إلا به، الذي ينبني على وجوده الوجود وينبني على عدمه العدم، أي ينبني على وجوده في العبادة وجود العبادة صحيحة، وينبني على عدم وجوده في العبادة عدم وجود العبادة صحيحة، أي فساد العبادة. دي معنى الفروض بخلاف السنة. السنة يعني ينبني على وجوده كمال العبادة مع كونها أكثر ثوابا، وعلى غيابه لا ينبني عليه نقص في العبادة ولا خلل إلا في الثواب، أما العبادة فتكون صحيحة. نقرأ شرح المحشي. وذكر المصنف الفروض في قوله، أي بقوله، في هنا يعني بقوله، يعني وذكر المصنف الفروض في قوله أي بقوله، يعني في حرف الجر ده بمعنى الباء، بمعنى بقوله، ففي بمعنى الباء. أو لو قلنا إن في تبقى على ظاهرها، كلمة في تبقى على ظاهرها ويضمن ذكر معنى. أصل لما تيجي تلاقي فعل بيتعدى بحرف، وانا ابدل الحرف ده الى حرف اخر غير اللي بيتعدى فيه في العاده، يبقى التعدي ده بالحرف الغير معتاد يتضمن معنى جديد، كان انا اقصد اجيب معنى جديد، ده يسموه التضمن. زي مثلا في القران وما يكون لنا ان نعود فيها، هي الاصل نعود اليها، مش كده برضه؟ يعني انت المفروض انك انت تقول اعود الى الشيء، صح؟ لكن اعود في الشيء ما بتتقالش دي، صح؟ لكن شوف سيدنا شعيب يقول ايه: وما يكون لنا ان نعود فيها الا ان يشاء الله ربنا، وسع ربنا كل شيء علما، على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. طب ليه سيدنا شعيب قال فيها؟ ليه ما قالش نعود اليها؟ يبقى يتضمن معنى جديد، انه ما كانش هو على ملة الكفر اصلا حتى قبل بعثته، فيتضمن معنى العصمة اللي هي موجودة في الأنبياء حتى قبل بعثتهم. أي وما يكون لنا أن نعود
فيها أي ندخل فيها حيث أننا لم نكن فيها أصلا، يبقى يتضمن معنى الدخول في الشيء حيث أنه كان متبريا عنه من الأول. إنما لو قال نعود إليها يبقى معنى كان فيها وتركها وبعدين عايز يرجع لها تاني، خدت بالك؟ يبقى دي معنى إن إحنا لما نجيب في اللغة العربية يجيب لك حرف يتعدى به الفعل إلى مفعوله غير الحرف المعتاد، يبقى معناه بيتضمن معنى جديد، يريد انه يضمنه معنى جديد، دي معنى التضمن، واخد بالك ازاي؟ وعلشان كده هو الاصل بيقول ايه؟ وذكر المصنف الفروض ذكر بكذا، مش كده؟ بتتعدى بالباء على طول، واخد بالك؟ وساعات لا تتعدى، يقول لك ذكر كذا، يعني ساعات الفعل ذكر ده يتعدى بالباء وساعات يتعدى بغير باء، يتعدى بنفسه، مش كده برضو؟ طيب ليه هو خد اللي فيه ما عدهوش بالباء على المعتاد؟ يبقى اما ان الباء هنا بمعنى الفي هنا بمعنى الباء، خلى فيه بمعنى الباء، او نخلي فيه على ظاهرها ونقول ان المصنف يقصد تضمين معنى جديد، يقصد تضمين معنى جديد، واخد بالك؟ يضمن ذكر معنى معنى افاد وأودع، كأنه بيقول وذكر المصنف الفروض أفادها بقوله كذا أو أودعها في قوله كذا، كأنه هو دخل خلى في دي بمعنى أودع، لأن فيها نوع الظرفية، واخد بالك إزاي؟ أودع أو أفاد قوله. وفروض الوضوء ستة أشياء استشكل بأن عبارته تفيد أن كل فرد من فروضه ستة أشياء، أصل لما يقول لك فروض الوضوء ستة أشياء كأن كل واحد من الستة ست، مش كده؟ توهم هذه العبارة مهمة، كأنه بقى 36 36، لكن هو مش المعنى كده، هو المعنى أن هم ستة بس. استشكل بأن عبارته تفيد أن كل فرد من فروضه ستة أشياء، فيكون المجموع ستة وثلاثين متحصلة من ضرب ستة في ستة، لأن الجمع المعرف من قبيل العام، الجمع المعرف من قبيل العام، يقول لك فروض الوضوء، حق هو لو قال من غير استشكال كان يقول لك فرض الوضوء ستة أشياء، فرض من غير جمع، فهمت ازاي؟ ساعتها ما كانش يبقى فيها إشكال، إنما ما يجمعها ويكون الجمع ده معرف بيتضمن معنى العام، والعام له أجزاء، فهمت إزاي؟ وهو هنا معرف ده فروض، دي نكرة، إزاي تبقى معرف؟ لأن أضافها للوضوء فصارت معرفة بالإضافة، لأن التعريف قد يكون بالألف واللام، يعني يقول لك الفروض تبقى هنا معرفة، أو يكون التعريف بالإضافة زي فروض الوضوء، مش كده برضو؟ فهنا التعريف هنا بالإضافة. فلما يقول لك الجمع ده معرفا وذكره معرفا، شوف، لأن الجمع المعرف من قبيل العام، ودلالة العام كلية، والكل ليه أجزاء، مش كده برضو؟ أي محكوم فيها على كل فرد فرد كلية. وأجيب بأن القاعدة أغلبية، أن هذه القاعدة أن الكل ده له أفراد وكل فرد ياخد نفس حكم العام، فرد فرد لوحده، فهمت ازاي؟ وقد يكون من قبيل الكل، الكل مكون من اجزاء، لكن الكل مكون من افراد، الكل مكون من اجزاء، ودي في المنطق، في علم اسمه علم المنطق، ده لازم اي انسان يتعلم الفقه يقراه، وفي كتاب بسيط كده ممكن تشتريه وتقراه مش محتاج شرح، اسمه المنطق المفيد للشيخ الفيوم، حوالي 20 صفحة كده ولا سهل، ده هيفيدك في التقسيم، ايه الفرق بين الكل والكل، وبين الجزء والفرد، وبين الجنس والنوع، وبين الفصل، الحاجات دي كلها مهمة، واخد بالك؟ المنطق المفيد للشيخ الفيوم كان زمان مقرر على الازهر، على طلبة الازهر، بيباع في اي مكتبة من مكتبات الازهر. وقد يكون من قبيل الكل اي الحكم على المجموع، أو أن محل ذلك ما لم تكن قرينة على إرادة المجموع، كما في قولهم رجال البلد يحملون الصخرة العظيمة، وكلام المصنف من هذا القبيل، على أنه قد
صدنا عن العمل بالقاعدة، اللي صدنا عن العمل بالقاعدة دي ان ده من قبيل الكلي اللي ينطبق على كل فرد من افراده، اللي صدنا عن العمل بالقاعدة دي في كلام الشيخ ده اجماع العلماء على ان فروض الوضوء 6 مش 36. فهمت ازاي؟ وقد صدنا عن العمل بالقاعدة الاجماع 6 وزاد بعضهم 7، في ناس زودوا 7 وقالوا الماء الطهور ضمن فروض الوضوء، لان انت مش هتتوضى الا بالماء الطهور، لكن احنا عديناه في الشروط. فاكر المره اللي فاتت عدينا الماء الطهور في الشروط وليس في الفروض. وزاد بعضهم 7 وهو الماء الطهور نظير عدهم التراب ركنا في التيمم. احنا في لما نيجي ناخد باب التيمم هتلاقي ان بيعدوا في التيمم اركانه القصد مع النية والتراب الطهور. واخد بالك ازاي؟ دي كلها من ضمن الاركان. وبعدين بعد كده ايه؟ مسح الوجه واليدين، ادي اركان التيمم. فليه عدنا التراب الطهور في اركان التيمم وما رضيناش نعد الماء الطهور في اركان التيمم؟ فين في اركان الوضوء؟ خدت بالك؟ ولا الغسل. هيقول لك ليه؟ ورد بالفرق بأن التيمم طهارة ضعيفة. التيمم طهارة ضعيفة لأنها لا ترفع حدث، دي تبيح بس الصلاة لكن لا ترفع، فهي طهارة ضعيفة. فجبرت بعد التراب ركنا فيها بخلاف الوضوء فإنه طهارة قوية، فجعل الماء الطهور شرطا فيها كما مر. ومش كده وبس، وبأن الماء غير خاص بالوضوء فلم يحسن عد ركنا فيه. يعني الميه ممكن يبقى للوضوء وممكن لازاله النجاسه وممكن يبقى للغسل ممكن يبقى لسائر الاستعمالات، فمش خاص بالوضوء فما اقدرش ان انا اعد ركن فيها، ده سبب اخر. بخلاف التراب فانه خاص بالتيمم، والانسان ما بيستعملش التراب كعباده الا في التيمم بس، لكن بيستعمل الماء سائر الاستعمالات بما فيها الوضوء، ده جزء من استعمالات الماء وليس كل استعمالات الماء. فحسن عده ركنا فيه، يعني عد التراب ركنا فيه يعني في التيمم، ولا يرد انه لا بد منه في النجاسه المغلظه. يعني ممكن واحد يقول لا، طب ما هو التراب لا بد منه في النجاسه المغلظه اللي هي نجاسه الكلب والخنزير 7 مرات احداهن بالتراب، فيجي يقول ما هو التراب مهم في ازاله النجاسه المغلظه لان المطهر فيها. يقول لك اما يقول لك كده ترد عليه تقول له لا ما يدخلش فيها، لان المطهر فيها هو الماء بشرط امتزاجه بالتراب، مش التراب ده، الماء بشرط امتزاجه بالتراب. قوله اشياء 6 اشياء هي اسم جمع، جمع شيء، اسم جمع اللي لما يبقى ايه على غير قياس يسموه اسم جمع مش جمع. واخد بالك؟ لا مفرد له يعني من نظيره، زي تقول العالم، العالم ده جمع مش جمع، اهو بيسموه اسم جمع ما يقولوش عليه جمع. لان ايه مفرده؟ لا مفرد له من نظيره، العالم ملوش مفرد لكن هو جمع فيسموه اسم جمع، لا مفرد له من نظيره من نفس لفظه. زي الناس، الناس اسم جمع ليها مفرد، الناس ملهاش، ده هي كده اسم جمع لا مفرد له من نظير، مفردها انسان مش كده برضو، لكن مش من نظيرها. أشياء هي اسم جمع شيء، اسم جمع شيء، كلمة شيء لا جمع له، لكن شيء نفسها ملهاش جمع، الجمع منها اسم جمع لأنه على خلاف القياس. والتحقيق في تصريفه، اختلفوا في تصريفه. أنت عارف تصريف الكلمة بيعملوها من 3 حروف، الكلمة الأصلية في لغة العرب بيجيبوها من 3 حروف، الحرف الأول يسموه فاء الكلمة، والحرف الثاني يسموه عين الكلمة، والحرف الثالث يسموه لام الكلمة، وما زاد عن هذا يحطوه جوه التصريف. واخد بقى؟ زي ما يقول مثلا استطاع نقول استفعل. فهمت ازاي؟ لان ايه هي اصلا طاعة، طاعة يطيع طاعة، فهي ايه طاعة فعل، وبعدين استطاع نروح مزودين عليه يبقى استفعل. خدت بالك؟ ده اللي هي وزن الكلمة. طيب اشياء دي وزنها ايه؟ اختلفوا فيها بقى وفي تصريفها يعني. والتحقيق في تصريفه ما قاله سيبويه او سيبويه، ينفع تقراها سيبويه وتقراها سيبويه، ينفع الاثنين.
من أن أصلها شياء. شياء أصلها شياء كويس، كحمراء. نقلت همزته الأولى علشان ما يبقاش همزتين ورا بعض، فراحوا ناقلين الهمزة الأولانية في أول الكلمة فبقت أشياء، هي أصلها شياء، فراحوا ناقلين بدل ما تنطق همزتين تبقى شكلها وحش كده في النص، فراح ناقلينها في الأول بقت أشياء. نقلت همزته الأولى قبل الشين كراهة اجتماع همزتين بينهما ألف فوزنها حينئذ. خد بالك إن الهمزة الأولانية هتبقى عين الكلمة، فلما نقلناها في أول الكلمة يبقى تبقى إيه؟ لعفاء. واخد بالك إزاي؟ لعفاء. لعفاء يعني إيه؟ يعني قصدي آخر الكلمة، الهمزة الأولانية دي آخر الكلمة. فلما نقلناها في الأول جبنا لام الكلمة في الأول. لعفاء. لفعاء قصدي. لفعاء. فوزناها حينئذ لفعاء. وقد نظم بعضهم الخلاف في وزنها فقال في وزن أشياء بين القوم أقوال. لكن علماء النحو في تصريف أشياء دي فيهم خلاف، يعني ممكن تيجي في الامتحان تملي الكلمة اللي فيها خلاف في التصريف يحب يجيبها لك في الامتحان علشان يشوفك انت عارف خلاف العلماء فيها ولا لا. كحمراء على وزنها يعني، وكوزن بس وزن. قال الكسائي إن الوزن أفعال، وقال يحيى بحذف اللام فهي إذن أفعاء وزنا، وفي القولين إشكال، وسيبويه يقول القلب سيرها لفعاء. فافهم فذا تحصيل ما قال. يبقى هم اختلفوا على ثلاث أقوال، اختلفوا على ثلاث أقوال. الكسائي قال هي على وزن أفعال كويس، وريح نفسه خلى الهمزة الأولانية دي زائدة أفعال، وخلى الهمزة الأولانية زائدة ورتبها على نفس ترتيبها المعتاد. وقال يحيى بحذف اللام فهي إذن أفعاء وزنا، وفي القولين قول الكسائي ويحيى فيه إشكال، هيجيبوا لك ليه إشكال. وسيبويه يقول القلب سيرها لفعاء فافهم فذا تحصيل ما قالوا. ووجه الإشكال في قول الكسائي اللي هو قال عليها أفعال أنه لا وجه لمنع الصرف حينئذ، لأن أفعالا لا يمنع من الصرف. خد بالك أن أشياء دي ممنوعة من الصرف، فلو كانت على وزن أفعال زي ما الكسائي بيقول ما كانتش تبقى ممنوعة من الصرف. أدي إشكال بتاع الكسائي، قالوا إحنا مش موافقينك لأن أنت جبت وزنها على وزن شيء مصروف، مصروف يعني بينون، لكن أشياء دي كلمة لا تنون، فإزاي تبقى على وزن كلمة منونة؟ أدي الإشكال بتاعها اللي مرضوش يوافقوا الكسائي عليه. خدت بالك؟ أنه لا وجه لمنع الصرف حينئذ، لأن أفعالا لا يمنع من الصرف إلا أن يقال منع من الصرف إلحاقا لفعال بفعلاء لكثرة الاستعمال. ووجه الإشكال في قول يحيى أنه يقول أصلها أشياء، أشياء على وزن أفعلاء، فحذفت اللام فصار أفعاء، مع أن أشياء يجمع على أشاوي، على أشاوى كعذارة، وأفعلاء لا يجمع على ذلك، ما يجمعش على هذا الجمع، فده الإشكال بتاع يحيى. خلصنا حتة أشياء دي كلمة لغة كده علشان بس إيه يدي لك الحس اللغوي، لكن مش المقصد هو الكلام اللغوي، هو المقصد كتاب فقه، لكن هو برضه بيحاول يدي لك حس لغوي في أثناء. ستة أشياء أحدها، أي أحد الأشياء الستة، ولو قال أولها لكان أنسب، لأن برضك من قال بعد كده قال ثاني، كان إيه؟ كان قال بعد كده الثاني، فلو كان قال أولها يبقى يقول الثاني، إنما لو قال أحدها كان يقول إيه؟ ثانيها، مش كده برضو؟ النية. ركز بقى في النية دي، لأن الشافعية هم اللي مسكوا موضوع النية فصصوه تفصيص حلو في وسط الفقهاء كلهم. ما حدش فصص كلمة النية من الناحية الشرعية زي الشافعية. درجة ستنا نفيسة العلم كانت تحب فقه الإمام الشافعي قوي، وكانت معاصرة للإمام الشافعي. فلما مات الإمام الشافعي قالت إيه؟ رحم الله الشافعي كان يحسن الوضوء،
من شدة مباحثه في تفاصيل النية، واخد بالك، وأنواع المياه وكيفية الماء المستعمل وغير المستعمل والتقسيمات العجيبة بتاع الإمام الشافعي اللي جابها مستقاه أساسا من فهم الفقهاء السابقين، بس هو صاغها بعبارة رائقة واضحة وقسمها تقسيم واضح، علشان كده أعجبت بهذه السيدة نفيسة العلم رحمها الله. فخد بالك النية عند الشافعية إزاي تفهمها. النية ويتعلق بها أحكام سبعة. لازم تعرف في النية 7 أحكام عشان تبقى شاطر كده وفاهم النية كويس، تعرف فيها 7 أحكام: حقيقة، حكم، محل، وزمن. أدي 4 أهو: حقيقة، حكم، محل، وزمن. وبعدين كيفية، شرط، ومقصود حسن. كويس؟ حقيقة، حكم، محل، وزمن. كيفية وشرط ومقصود حسن، يبقى 7، صح؟ طيب، إيه هي حقيقتها؟ يعني لازم تعرف ما هي حقيقتها، وما هو حكمها، وما هو محلها، وما هو زمنها، وما هو مقصودها، وما هي كيفيتها، وما هي شروطها، عشان تبقى أنت كده عرفت النية بالظبط، خدت بالك؟ فحقيقتها لغة مطلق القصد. النية لغة معناها اللغوي مطلق القصد. تقول للواحد انت قصدك ايه؟ يقول لك انا كنت ناوي كذا، يعني قصدي يعني ناوي، مش كده برضو؟ فهي في اللغة هي القصد، مش كده برضو؟ فحقيقتها لغة هي القصد. وشرعا قصد الشيء مقترنا بفعله. يبقى ما تبقاش نية شرعية الا لو كانت قصد الشيء مقارن لفعله، انما قبل كده اسمه عزم. لو ما كانش مقارن لفعله عزم. انا خارج من بيتي جاي مسجد حراء هصلي المغرب، طول ما انا ماشي في الشارع اسمي عزم، عازم على صلاة المغرب، ما اسمهاش نية. فهمت ازاي؟ لحد ما اجي واقف في الصف وهبتدي اقول تكبيرة الاحرام، هبتدي بقى انوي ومقارن للفعل، هي دي النية الشرعية. يبقى النية الشرعية لازم قصد الشيء مقارنا ايه لفعله، انما لو ما كانش مقارن للفعل اللي قبل كده اسمه ايه؟ اسمه عزم، ما اسموش نية. حتى لو واحد شافك في الشارع، على فين العزم؟ تقول له على مسجد حراء، مش كده برضو؟ يبقى حقيقتها لغة نطلق القصد، وشرعا قصد الشيء مقترنا بفعله. حكمها الوجوب غالبا، حكم النية انها واجبة، وغالبا ليه؟ علشان في حاجات مستثناة ما بتبقاش احيانا واجبة فيها، فنقول الوجوب غالبا، ما نقولش الوجوب دائما. ليه ما قلناش دائما؟ قلنا غالبا عشان في بعض الاعمال الشرعية مش محتاجة النية، فقلنا الوجوب غالبا. زي انت مطلق الذكر، اما بتيجي تذكر ربك تقول بسم الله نويت قراءة القرآن متقربا الى الله بقراءة القرآن، ما بتقولش. انت يا دوب بتتوضى وتفتح المصحف واعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله، وتخش في العبادة على طول، مش كده برضه؟ تحتاجش انك انت تستحضر نية، مع ان دي عبادة برضه قراءة القرآن. او مثلا عايز تقعد تصلي على النبي، ما بتقولش نويت الصلاة على النبي امتثالا لامرك وتقربا ليك وفرحا بالنبي وحبا فيه وطلبا للثواب وقبول الدعاء، ما بتقولش الكلام ده كله. انت بتقول على طول تشتغل، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على سيدنا محمد، وتشتغل بقى. تقعد ان شاء الله تقعد ساعة تصلي على النبي، مش محتاج تنوي فيها. وكذلك اما تيجي تذكر ربك تقول لا اله الا الله لا اله الا الله، ما تقولش نويت ذكر الله، بتخش في الذكر على طول، مش كده برضه؟ وانت بتختم الصلاة بعد الصلاة بتنوي تقول نويت ختام الصلاة، ولا بتشتغل على طول استغفر الله ثلاثا وانا اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ثلاثا، وبعدين اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك ذا الجلال والاكرام ثلاثا، وبعدين تقرا ايه الكرسي، ممكن تقرا مع الفاتحه، ممكن تقرا قل هو الله احد المعوذتين، وتبدا تسبح 33 وتحمد 33 وتكبر 34، ما بتنويش خالص. يبقى ايه؟ يبقى مش كل عباده بتحتاج لنيه. هاي علشان كده قال لك الوجوب غالبا، ما قالش دائما. طب ليه الذكر ما يحتاجش النية؟ لعدم اشتباهه بغيره. هو القرآن هيشتبه مع غيره؟ ده كلام الله لا يشتبه مع غيره، فمش محتاج لنية. الصلاة على النبي عبادة خالصة لا تشتبه بغيره. فهمت ازاي؟ فطالما العبادة خالصة لا تشتبه بغيرها ما تحتاجش النية. واضح؟ لكن لما تبقى العبادة مشتبهة بغيرها تحتاج لنية عشان تميزها. إما تميز رتبتها، دي سنة ولا فرض؟
او تميزها عن العباء عن العاده، ده وضوء ولا تشطيف؟ كده انا بتشطف بنضف نفسي ولا بتوضف؟ لان دي عاده ودي عباده. فيبقى النيه بتفتقرها لما تكون العباده تشتبه لعاده، او تكون مراتب العباده ورتب العباده متفاوته عشان تميز رتبه العباده ايه، دي فرض ولا نافله ولا مطلق تطوع ولا ايه بالظبط، خدت بالك؟ فعشان كده بيقول لك وحكمها الوجوب غالبا، ومن غير الغالب قد تندب. في غير الغالب بقى قد تندب، في كل المواضع اللي قلت لك عليها لا تحتاج لنيه يندب النيه. يعني انت تفتح كتاب دلائل الخيرات مثلا في الصلاه على النبي بتاع الشيخ محمد الجزولي الحسني، فيقول لك دعاء النيه، اللهم اني نويت بالصلاه على النبي امتثالا لامرك وتصديقا لكتابك ووفاء بعهدك، واخد بالك ازاي، وقياما بحق نبيك صلى الله عليه وسلم ومحبه فيه وشوقا اليه، مش كده؟ كل ده على سبيل الاستحباب مش على الوجوب، يبقى هي تستحب بس في المواضع دي لكن مش واجب. يعني لو دخلت في الكتاب وصليت على النبي على طول مش محتاج. ومن غير الغالب اللي هو الواجب يعني قد تندب، كما في غسل الميت. هو الميت مش من اهل النية اصلا، ده مات خلاص، هتقول له قوم فوق انوي عشان قبل ما، مش هيقوم. يبقى لكن انت ما بتغسله يسن للمغسل انه ينوي تغسيل الميت، لكن مش واجب. فهمت ازاي؟ لكن غسل الميت نفسه واجب، صح؟ لكن النية اللي فيه سنة مش واجب. ليه؟ لان صاحب الغسل نفسه فقد التكليف بالموت وصارت مستحبة في المغسل اللي هو القائم بالتغسيل، ولكنها ليست واجبة. يبقى عرفت حقيقتها وعرفت ايه حكمها. حقيقتها القصد المطابق للفعل، وحكمها الوجوب غالبا، ومحلها القلب، محل النية القلب، ولكن يسن النطق بها ليساعد اللسان القلب. عندنا احنا يسن النطق بها، يستحب يعني، يسن النطق بها ويستحب. واخذوها منين؟ من فعل النبي في الحج، قال لبيك اللهم بعمره، لبيك اللهم بحجه، يبقى تلفظ هو بالنيه في عباده كبيره من العبادات. ولم يرد انه تلفظ بالنيه في الصلاه لتكررها، مش للنهي عنها، لتكررها تيسيرا على الناس، لان الانسان لما بيعمل عباده متكرره بيكون محضر نيته ومزهر ومتمرن عليها، فطالما متمرن عليها كتير فمش محتاج بقى يتلفظ باللسان. انما الحج بيعمله مره في العمر فقد تعزب عنه، فيقوم يتلفظ بيها علشان يحبسها. فهمت ازاي؟ فاستدلوا علشان اللي يجي يرد على الشافعيه يقول لك انتوا كده مبتدعين، ازاي تتلفظ بالنيه في الصلاه والرسول صلى الله عليه وسلم لما يتلفظ؟ نقول له الرسول صلى الله عليه وسلم فعلها في عباده وتركها في الصلاه لكثره تكررها وتمرين فيها، ولكن لم ينهى عنها. كونه ترك مش معناه نهى، افهم. فهمت ازاي؟ عشان كده الشافعيه ما فهموش بالترك النهي، ده فهمه بالترك التخفيف. فهموا ان النبي ترك التلفظ بالنيه في الصلاه للتخفيف لتكررها، ولانها متكرره فاعتاد الناس على العباده دي فمش محتاجين للتلفظ بالنيه. فهمت ازاي؟ لكن لو احتجتها بسبب انشغال قلبك وعدم قدرتك على استحضارها في لحظه تكبيره الاحرام فلا باس ان تستعين باللسان لتعين القلب عليه، ما فيهاش مشكله. عشان كده مشهور في وسط الاعوام المصريين، لان المذهب الشافعي ده متداول في مصر بقاله قرون عديده، فتلاقي الناس حتى اللي ما درسوش في الازهر يقف يقول نويت صلاه المغرب، الله اكبر، مش كده؟ هو شاب جده بيعمل كده، وجده شاب جده بيعمل كده، وجد لحد الشافعي، واخد بالك؟ تيجي تقول له لا ما تتلفظت بالنيه ومش عارف تلخبط، تقوم تخليه يصلي غافل، تقوم تخلي صلاته تبقى باطله، لان صار ينوي بيصلي بلا نيه. مش بيقول لك وضوء بلا نية على مذهب السعودية؟ ها؟ عارف أنت الراجل السواق اللي كان ده حصلت فعلا. كان راجل سواق مصري كان بيشتغل سواق عند خالي، وبعدين تعاقد على في السعودية كده، جاله عقد كده اشتغل سواق هناك. هو في يوم ما كانش متوضي، جاء أذان الظهر وراكن العربية قدام جامع ما فيهوش ميضة، لقى المطوعين اللي هناك بيضربوه، خش صلي خش صلي خش صلي، انا مش متوضي ما فيش حته اتوضى، خش صلي ما فيش مناقشه، خش صلي. افتحوا الباب وشدوه من افاتره وطلعوه، فلقى نفسه هيتقبض عليه ولا يجري، فراح داخل وقف في الصف بيقول نويت صلاه
بوضوء بلا نية، صلاة بلا وضوء ولا نية على مذهب السعودية. الله أكبر. هو الراجل بيقول كده يعني، دي حادثة حصلت، واخد بالك؟ فاللي يجي يصلي بلا نية صلاته باطلة. فلما تيجي تلخبط الإنسان العامي البسيط ده وتقول له ما تنويش بلسانك ده كده بدعة، وما تعلموش استحضارها بالقلب، يبقى أنت كده ضللته، أنت خليت صلاته باطلة. أنت قول له مثلا ما تنويش بلسانك وانوي بقلبك، استحضر بقلبك مع تكبيرة الإحرام، تقوم كده يبقى صلاته صحيح. إنما أنت تروح كده أهو ملخبطه وسايبه ويقعد كده يصلي صلاة باطلة سنين طويلة، لحد ما يقعد قاعدة زي دي يكتشف إنه كان بيصلي صلاة ونيته غافلة، ما ينفعش. عشان كده مش كل واحد يتصدر للناس، يعني يتصدر لتعليم الناس ده لازم يبقى أولا اتعلم وفهم إيه المشكلة اللي في المسألة أصلا، وإيه خلاف العلماء فيها، وإزاي يخرج من الخلاف، لأن الخروج من الخلاف مستحب، مش يقول كلام كده وخلاص زي ما بيعملوا في الناس ويلخبطوهم. وعشان كده بيقول محلها القلب، لكن يسن النطق بها ليساعد اللسان القلب. وزمنها، زمنها امتى وقتها يعني؟ عرفت انت يعني ايه حكمها؟ ويعني ايه حقيقتها؟ ويعني ايه محلها؟ ناقص تعرف زمنها، امتى انوي بقى؟ وزمنها اول العباده، اول الفرض، اول العباده. مش كده برضه؟ ده زمنها، اول العباده. الا في الصوم بس. العزم يحل محل النية في الصوم. ليه؟ لأن مش مطلوب منك شرعا تقعد تترقب الفجر، تفضل قاعد سهران كده، لأن الصيام يبدأ بالفجر. فمش مطلوب منك شرعا تفضل قاعد كده مصحصح وقاعد فوق السطوح مستني قبل ما يظهر الفجر صارف تقول نهاية الصيام، ما ينفعش. الشرع ما قالناش كده، قال لك كفاية تبيت النية، وتبيت النية بيكون قبل العبادة إن شاء الله من غروب الشمس، فاسمه ده عزم. فحمل الشرع الشريف العزم محل النية في عبادة الصوم تيسيرا على العباد بس. فهمت ازاي؟ تيسيرا على العباد. فالصيام النية زمنها فيه، واخد بالك ازاي؟ قبل البدء في العبادة. لكن بقية العبادات كلها تلاقي النية مع بداية البدء في العبادة، خدت بالك؟ وإلا تصير عزما ما تنفعش. وزمنها أول العبادة إلا في الصوم فإنها متقدمة عليه، يعني إنها يعني فإن النية، الهاء هنا ضمير ده يعود على النية، فإنها متقدمة عليه أي على الصوم يعني، لعسر مراقبة الفجر. والصحيح أنه عزم قام مقام النية، ده في الصيام، واضح؟ طيب وكيفيتها، كيفية النية بقى تختلف باختلاف المنوي، كالصلاة والصوم وهكذا. الكيفية بتختلف حسب انت بتنوي تحج هتقول نويت الحج، بتنوي عمرة تقول نويت عمرة، بتنوي صلاة هتقول صلاة كذا، مش كده برضو؟ بتنوي صيام هتقول صيام كذا، يبقى بتختلف باختلاف المنوي، ولكن شروطها العلم بالمنوي، وما ينفعش تخش في عبادة وانت ما تعرفهاش. وشرطها خمس حاجات شرط النية على فكرة: الإسلام والتمييز والعلم بالمنوي والجزم وعدم الإتيان بما ينافيه. خمس حاجات: الإسلام، يبقى ما تصحش النية إلا من مسلم، واخد بالك؟ يبقى ما يتصحش عبادة إلا من مسلم. كان معانا احنا جارنا زمان واحنا أطفال، كان مسيحي ساكن في الشقة اللي قدامنا، طول شهر رمضان يتسحر مع المسلمين وما ياكلش الا مع المسلمين بعد اذان الفجر، ويبقى فاتح الراديو على قرب المغرب وقرب الفجر كده في بيته يعني، وانت معدي كده في البسطه تقول ده الشقه دي مسيحيه مسلمين، شغال التواشيح وشغال الاذان وكله عادي في بيته ومواعيد قبل. لكن اهو بيصوم زينا بالظبط، زينا، وطول النهار يقول لك انا ما احطش ميه حتى لو دخلت الحمام لوحدي، يعني صايم صيام زي المسلمين بالظبط. لكن ما ينفعش المسكين، واخد بالك؟ ليه؟ لانه ما ينفعش، لانه مش من اهل النية. عشان تصح عبادته لازم يكون من اهل النية، انه يبقى مسلم الاول. فهمت ازاي؟ فمش مجرد انه يمسك عن الطعام والشراب زي المسلمين ياخد ثواب المسلم، لا، لازم شروط النية الاسلام الاول. وبعدين بعد الاسلام التمييز، لانه لو كان مجنون ما ينفعش عبادته، العقل مناط التكليف، مش كده برضه؟ فلو واحد مجنون ما ينفعش منه عباده. فلازم يبقى مميز، مميز اللي هو ايه؟ يعني معناها العقل. والعلم، وليه ما قالش
البلوغ. ما قالش ليه البلوغ؟ لأن البلوغ دي شروط فرض مش شروط صحة، والنية شرط صحة. يعني صلاة الصبي تصح لكنها مش واجبة عليه، صح ولا لا؟ لأن الصبي مميز، عشان كده قال لك التمييز ما رضاش يقول البلوغ. فهمت ازاي؟ ليصحح صلاة الصبي، لدرجة إن الصبي اللي عنده 10 سنين ده لو صلى بينا الجمعة وخطب فينا صلاة صحيح، طالما مميز وبيعرف يخطب وحافظ قرآن وشاطر كده، وما فيش ما جاش خطيب الجمعة ونقول له أنت حافظ يا ولا حافظ، تروح واقف وطالع المنبر السلام عليكم يخطب وينزل يصلي بالناس صلاة صحيح، مفيهاش مشكلة. خدت بالك ازاي؟ يبقى عشان كده ما رضاش يقول البلوغ، لأن البلوغ شرط وجوب مش شرط ايه صحة، خد بالك شرط وجوب لتصير العبادة واجبة عليه. انما قبل البلوغ العباده في حقه مستحب مش واجب. افهم الفقهاء ليه ما بيحطوش هنا وليه بيحط هنا عشان يبقى عندك الحس الفقهي. فيقول لك الاسلام والتمييز، ايه حد التمييز؟ انا اعرف ان الجدع ده مميز مش مميز ازاي؟ قال لك انه يعرف يمينه من شماله، ويعرف مين اللي بيكلمه، ويعرف النهارده ايه، واخد بالك، ويعرف اسم ابوه اسمه. يعني تقول له ولا النهارده ايه؟ يقول لك النهارده السبت. انت فين؟ في مسجد حراء. مسجد حراء ده فين؟ في المقط. بتاكل بيدك ايه اليمين؟ فين يا ولا؟ هي دي. خدت بالك؟ يبقى ده مميز. خدت بالك؟ حد التمييز كده. وقالوا حد التمييز ان يعرف ما يضره مما ينفعه. تيجي تقول له ولا ارمي نفسك في النار، يقول لك ايه؟ انت عايزنا تحرق. يبقى عارف الحاجه اللي تضره من اللي تنفعه. يبقى ده مميز. خدت بالك ازاي؟ ما يعرفش الحاجات دي وسنه كبير يبقى مجنون. خدت بالك؟ او متخلف عقليا. ما يعرفش الحاجات دي ولسه صغير يبقى لسه مميز، مش مثلا المجنون لسه عيل عنده سنتين ثلاثه اربعه، ما خلاص مش معناه مجنون، لا بس هو لسه لما ينمو. لكن لما يبقى واحد عنده 20 سنه واقول له احنا فين؟ يقول لي احنا في العتبه. احنا الوقت الساعه كام يا ابني؟ والله بيتهيألي 9 الصبح، انا كنت داخل شايف الشمس طالعه، الدنيا ليل. واخد بالك؟ يبقى ده مجنون بقى، نقول له ده مجنون، ده مش مكلف. فهمت المسألة بقى؟ فتعرف الحكاية دي. يبقى الإسلام والتمييز والعلم بالمنوي، دي من شروط النية كمان، إن يبقى لازم يبقى مسلم مميز ويعرف هيصلي إزاي، هيصلي 4 ركعات ولا ركعتين، وبيقرأ الفتحة إمتى، ويركع إمتى، ويسجد إمتى، ولما يسجد بيسجد سجدتين ولا سجدة، وبيقرأ التشهد إزاي، اللي هو العلم بالمنوي. خدت بالك ازاي؟ يبقى ده نيته تصح، انما ما يعرفش. وعلشان كده الواحد في عبادة الحج لازم يدرسها كويس، مش يقول لك انا هروح احج وامشي مع الناس وخلاص زي ما اعمل واعمل. ازاي؟ اتعلم الاول، اعرف العلم بالمنوي عشان تبقى نيتك حلوه كده وصحيحه. اقعد كده مع شيخ، انا رايح احج، تحج ازاي يا عم الشيخ؟ يقول لك ابدا، ده انت بتحرم، وبعد ما بتحرم بتروح مكه بتطوف، وبعد ما بتطوف بتسعى، وبعد ما تسعى بتقف في عرفات، بعد عرفات تطلع بعد المغرب على المزدلفه، ومن المزدلفه تبيت هناك وتصلي المغرب والعشاء وتجمع الجمرات، وتروح منى ترمي الجمرات وتروح تطوف تاني وترجع تذبح. فهم المساله على بعضها كده، مش شرط يبقى عارف كل التفاصيل، لكن ممكن بقى يقول لك خلاص انا فهمت بقى اللي هعمله، اما اروح بقى ان شاء الله ابقى اعرف ايه السعي ازاي والتفاصيل دي بقى، يبقى ما يجراش حاجه يعرفها مع الناس. لكن الاول يبقى فاهم، مش ماشي كده وخلاص مش عارف بكره هيعمل ايه والنهارده هيعمل ايه، يبقى فاهم على بعضه كده. يبقى العلم بالمنوي والجزم، انه يبقى جازم. يعني مش يقول نويت صلاة المغرب وحاطط في قلبه لو رن التليفون هقطع الصف. ده مش جازم، ده ما عندوش جزم بالنية. فهمت ازاي؟ لازم يكون عنده جزم بالنية. خدت بقى ان هو هيتم العبادة لآخر، مش معلقها بحاجة، وإلا تبقى نية غير صحيحة. فهمت؟ يبقى لازم يكون عنده جزم بالنية. ها؟ ما تنفعش الصلاة دي، واخد بالك؟ ما تنفعش. يقول نويت تجديد الوضوء ولو كنت محدث أهو بالمرة. ما ينفعش. أنت مش متأكد، قول خلاص نويت رفع الحدث، تبقى حلوة، نية قوية كده. إنما تروحنها لي. ما ينفعش.
ما تبقاش نية كده مهزوزة. ما عدم الجزم معناه فيها شك، فيها هزة، والنية لازم تكون فيها ايه؟ الجزم ده، انك انت جازم يعني عاقل العزم، واخد بالك ازاي، على الا تقطع عبادتك. لكن لو طرأ ليك في وسط الصلاة انك تقطع الصلاة، يعني وانت ناوي، ما كنتش ناوي تقطعها لأي سبب، لكن طرأ ليك في الصلاة انك انت تقطع الصلاة وانت في الصلاة، وبعدين قلت لا يا شيخ ما تكمل بقى، خلاص خدت بالك، بطلت الصلاة. لكن لو طرأ ليك في الصيام ان تقطع صومك ثم لم تفطر، صح صومك. يبقى الصوم غير الصلاة في المسألة في الحكم دي. يعني انا نويت في الصيام كده، لقيت نفسي مرهق قوي بعد العصر وتعبان مش قادر، واخد بالك، عشان كان يوم حر شديد وعملت مجهود ومش قادر بقى، وكان يوم حر، فقلت لهم حضروا لي اي حاجة، كوباية مية اشربها، انا مش قادر، وابقى عوضه يوم تاني. على ما راحوا جابوا لك كوباية المية، قلت لا لا والله لما اكمل هنام بقى شوية، ده المغرب خلاص، ده فاضل ساعة، يبقى صيامك صحيح. خدت بالك ازاي؟ مع انك انت عزمت خلاص على انك انت انما الصلاه لا، الصلاه لو عملت فيها الحركه دي تبطل على طول. خدت بالك؟ يعني ايه؟ يعني حصل الزلزال والناس كانت بتصلي العصر، الزلزال 92 ده، انا كنت فاكر الايام دي كنا احنا رايحين نصلي العصر. فلما فج المسجد كده ناس حبت تقطع صلاتها، ناوي يقطع صلاتها. وبعدين لما استقرت الارض قال اما كمل، ده بقى صلاته بطل. واخد بالك؟ اللي طلع من صلاته صريح مريح ده خلاص ما هي صلاته بطل. لكن اللي فضل واقف مقاوم نفسه كده وبعدين لقى الامور استقرت، فلما كمل بقى بعد ما كان ناوي يخرج، دي صلاته بطلت برضه. ده يخرج بقى ويمشي الصلاه من اول وجديد. خدت بالك؟ والجزم. فلو قال نويت الوضوء ان شاء الله، لدرجه لو علقها بان شاء الله وقصر التعليق لا تصح صلاة ولا يصح وضوء. يعني زي ان شاء الله بقابلني بقى، زي الواد الصغير اللي بيقول لابوه انا عايز عجلة لما انجح بقى، ما تقوليش ان شاء الله، يعني ما تعلقهاش، يعني هو ما يقصدش، يعني هو الواد مسلم وكل حاجه، يقصد ايه ما تعلقهاش، يعني كل حاجه تقول ان شاء الله ويعني قابلني، ما بتعملها ليش. فبقت ان شاء الله عنده ليها معنى انك مش هتجيبها لي، واخد بالك. وعلشان كده لو قال نويت الوضوء ان شاء الله وقصد التعليق لا يصح هذا الوضوء، لكن لو قصد البركه تبركا بالذكر يصح وضوء. خدت بالك ازاي؟ فلو قال نويت الوضوء ان شاء الله لم يصح ان قصد التعليق او اطلق، برضه لا يصح. يعني اطلقها، قصدك ايه ان شاء الله يا ابني؟ يقول لي مش عارف، ما بقولها كده وخلاص. لا قال لك انا اقصد البركه ولا اقصد التعليق، يبقى برضه ما تنفعش. فهمت ازاي؟ فإن قصد التبرك أو إن أو أن كل شيء واقع بمشيئة الله صح، يبقى يصح لو قصد التبرك. أو يقول لك أما بيقول بسم الله نويت الوضوء إن شاء الله، وأنت بتتوضى جنبه تقول له تقصد إيه إن شاء الله دي؟ يقول يا عم ما كل حاجة بمشيئة الله يا ابني، هو في حاجة غير بمشيئته؟ نقول له خلاص اتوضى كمل، لأنه هو إيه بيقول كلام حقيقي. لكن لو قصد التعليق أو لم أو أطلقها لا يقصد التعليق ولا التبرك بالذكر، يبقى في الحالة دي لا يقع. زي لما يقول لمراته انت طالق ان شاء الله، قصد التعليق، هل يقع طلاقه ام لا؟ في خلاف بين العلماء، نفس الخلاف ده، واخد بالك ازاي؟ يقول له انت قصد ايه؟ قصد التبرك بالذكر يعني عشان يبقى طلاق مبروك يعني وربنا يبارك فيه، ولا قصدك ايه بالظبط؟ خامس حاجه في شروط النيه وعدم الاتيان بما ينافيها بأن يستصحبها حكما. يعني ما يعملش حاجة ينافي النية ويستصحبها حكما، يعني بيتوضى، نوى الوضوء الحمد لله مع غسل الوجه، تمام، وضوء شغال كويس. يجي وهو بيغسل رجله الشمال بيرفع رجله كده طالع منه ريح. ما ينفعش بقى، ارجع تاني، لأنه عمل ما ينافيه. فهمت إزاي؟ عمل ما ينافيه، نقول له لا ارجع تاني عيد بقى. يبقى لازم تبقى مستصحبة وما يعملش أي حاجة تنافيها طول. زي برضه نوى الصلاة والحمد لله تمام ماشي كويس قوي، وجا مثلا في آخر ركعة وهو قاعد بيقرأ التشهد مثلا، شاف عيل ماشي كده واخد بالك زي هيقع في بير،
قال له اوعى البير يا ولد، اتكلم يبقى ايه؟ بطل الصلاه. فتبقى بطل الصلاه لان عمل ما ينافي الصلاه، لان لا يجوز فيها الكلام. يبقى الواد الحمد لله انقذناه، لكن ايه؟ يعيد صلاته بقى، يعيد صلاته. لكن ممكن في الحاله دي يقول سبحان الله وتفضل صلاته صحيحه. لما يشوف منظر زي ده يقول سبحان الله، يقوم الناس اللي قاعده حواليه يبصوا هو ليه بيقول سبحان الله، يشوفوا الواد هيقع في البير يقوم يمسكوا الواد، ويبقى صلاته ماشيه صحيح. خدت بالك؟ ايوه ايوه ما يضرش. وحتى لو جاب ضيف وما فطرتش ما يضرش. يعني جاب ضيف وبعدين طلع ان الضيف ده صايم كمان، وانت كنت ناوي مؤانسة ليه، وكان صيام تطوع يعني انك انت تفطر معاه مؤانسة ليه، لو جه فجاه قال لك ده انا صايم، تقول له خلاص والله ده انا كنت ناوي افطر معاك فاكرك ايه مش صايم. ما تقولوش فاكرك فاطر، لان فاطر ده ربك فاطر السماوات والارض. فهمت ازاي؟ تقول له فاكرك مفطر، لان فاطر جاي من فطرة، انما مفطر جاي من افطرة. تقول له يا ده انا فاكرك مفطر، يلا الحمد لله انا صايم، انا كمان صايم، نفطر مع بعض النهارده. فهمت ازاي؟ تمشي، مع انك انت كنت عارف الصيام يستثنى يعني في المساله. ومقصودها مقصود ان هي تمييز العبادات من العادات، زي ما قلت لك تميز العباده من العاده، او رتب العباده بعضها من بعض، او بتميز رتبه العباده بعضها من بعض. يبقى تمييز العبادات من العادات، او رتب العباده بعضها من بعض، او رتب العباده بعضها من بعض. فالاول كتمييز غسل الجنابه عن غسل التبرد، ادي عباده وعاده، غسل ايه؟ جنازه، وغسل ايه؟ تبرد، عشان الدنيا حر كده وانا عايز انعنش نفسي، ده تبرد، ده عاده. لكن تاني غسل جنابه، واخد بالك ازاي؟ يبقى ده عباده. والثاني اللي هو رتب العبادات تمييزها، كتمييز الغسل الواجب من الغسل المندوب، انا بغتسل من جنابه ولا بغتسل لجمعه؟ فده غسل واجب وده غسل مندوب، اميز. ولفظ حسن في البيت اللي بيقول لك ومقصود حسن تتميم له، وفيه إشارة إلى أنه يحسن أن يقصد الإخلاص في العبادة. يعني لفظ حسن مقصود حسن أن تكون فيها الإخلاص يعني، واخد بالك؟ وحقيقتها، يبقى النية، عرفت حقيقة حكم محل وزمن كيفية شرط ومقصود حسن، عرفت الحتة دي؟ تبقى راجل فقيه، تبقى عرفت النية مظبوط، تذاكرها، مهم تذاكرها دي. ولما نقول اول الواجب غالبا، اول الفعل غالبا بيستثنى حاجتين، احنا قلنا بيستثنى الصوم ويستثنى حاجه تاني، الزكاه. مال الزكاه تجب النيه عند تجنيبه ولا تجب عند عطاء الفقير. فهمت ازاي؟ مال الزكاه نفسه، يبقى تجب النيه عند تجنيب المال. بقى انت قاعد بتحسب فلوسك في البيت وقاعد تعد تعد تعد، حسبت فلوسك قلت انا زكاتي السنه دي 5000 جنيه، قعدت تعد وجنبتها حطيتهم في الدرج وكتبت على الظرف زكاه مال هذا العام. بعد كده بتسيب الظرف تقول لمراتك تقول لاولادك، كل ما تلاقوا حد فقير يا جماعه محتاج من الجيران بتاع يبقوا مدوا ايدكم في الظرف ده وزعوه. يبقى ساعتها مش محتاجين بقى ينموا مع كل توزيعه، خلاص هي ايه التجنيبه دي كافيه. فهمت ازاي بقى؟ فيبقى يستثنى هنا مال الزكاه، اعطاء الزكاه فيكفي في التجنيب، وايه وكذلك الصوم، فالعزم صار محل النيه في الصوم تيسيرا على العباد لعدم ايه طلب تحري طلوع الفجر. ايوه الفرض القصد القصد والتعيين والفرضيه، ده شروط النيه في الصلاه، في الصلاة بقى بالذات. يعني ايه النية شروطها جوه الصلاة ايه هي؟ يعني انا الوقت حنوي في الصلاة، والنية في الصلاة مع تكبيرة الإحرام. ايه هي الشروط اللي انا استوفيها عشان تطلع نية سليمة في الصلاة؟ هو ده بقى البدة. يا سائلي عن شروط النية، القصد والتعظيم والتعيين والفرضية. يبقى في الصلاة عشان تبقى نيتي صحيحة لازم انوي فرض المغرب، ما اقولش المغرب كده ساكت. لازم اقول فرض.
يبقى لازم انوي الفرد. والتعيين اقول المغرب. وان تكون قاصد الصلاه تقول صلاه. يعني انا واقف اهو قاصد الصلاه فتقول نويت صلاه فرض المغرب. كونها اداء او قضاء دي سنه. يعني لو ما قلتهاش ما يضرش. واخد بالك ازاي؟ وكونها امام او مقتدي دي من باب الفضيله علشان تاخد ثواب الجماعه. لكن الصلاه صحيحه بغيره. فهمت ازاي؟ لكن لو لم تنوي نيه الاقتداء لا تاخذ ثواب الجماعه. فدي شرط لحصول ثواب الجماعه اللي هو التضعيف وليس شرط لصحه الصلاه نفسها. ونيه الامامه شرط لحصول ثواب الامامه الزائد على صلاه الجماعه، فان لم ينوي الجماعه الامامه اخذ ثواب الجماعه فقط وما خدش الثواب الزائد للامام. وتجب النية الإمامة في صلاة الجمعة فقط لأنها لا تصح إلا جماعة. فإن لم ينوي الإمامة وبيصلي الناس الجمعة بطلت صلاة وصلاة المصلين خلفه. فهم؟ كل ده هيجي بقى في الصلاة. كل ده هيجي في الصلاة. إن شاء الله بعد عمر طويل. أنا هنبتدي نجري شوية علشان نلحق نخلص أي صلاة. ما إحنا قلنا ده عزم، أنت كنت فين يا راجل؟ ما اسموش نية شرعية، اسمه عزم أو قصد. ها؟ في قلبك كده زي أهو، شوف هتقف كده، ترفع إيدك، هتقول الله أكبر. وأنت بتقول الله أكبر، استحضر في قلبك ده فرض إيه؟ وأداء ولا قضاء؟ مقتدي ولا إمام؟ أو منفرد؟ الله أكبر. بس. بقلبك كده، ما تتلطش. يبقى كده صلاة صحيحة. هي دي لحظة النية. من اول همزه الله الى راء اكبر احبسها في قلبك دي ايه. وتحبس ثلاث حاجات. تحبس ايه ثلاث حاجات؟ القصد والتعيين والفرضيه. القصد والتعيين والفرضيه سهله. يبقى كده نيه صحيحه شرعا، صلاه صحيحه 100%، ما تخرش الميه. ان كان صعب عليك انك تخلي قلبك يستحضر مع تكبيره الاحرام فيبقى لسانك بينطق بالله اكبر وقلبك بيستحضر ايه، ان صعب عليك تلفظ بلسانك وانوي تكبيره الاحرام مباشره بغير فصل. فهمت ازاي؟ لا بغير فصل، لو فصلت يبقى ما ينفعش. يعني هتقول نويت صلاه فرض المغرب الله اكبر كده صح. خدت بقى؟ لو لم تستطع بقلبك. وبعدين ممكن تنشئ الجماعه تدخلها بعد الله اكبر بقى وانت جوه. ممكن تدخلها وانت جوه. لان انت ممكن تنوي منفرد ويجي واحد ينوي وراك. فهمت ازاي؟ وانت بعد ما قريت الفتح فتروح مستحضر في قلبك انها صارت جماعه وانك انت امام، تاخد الثواب. خدت بالك؟ يعني ممكن تنشئ تدخل نية الاقتداء معاها بعد ايه؟ الله اكبر. ايوه. الثلاثة دول هم القصد والتعيين والفرضية. وما سلف صلاتك صحيحة على مذهب المالكية. فقط. المالكية فقط. بطلع على مذاهب ثانية كثيرة. أهمهم الشافعية. ولكن احنا قايلين إن الصلاة لما تصح على أحد المذاهب لا نأمر بإعادتها. لكن بعد العلم يبقى تحاول تصلح نفسك في العلم الجديد. خدت بالك؟ في ناس كتير بتتوضى من غير نية بقالهم سنين طويلة. فهمت ازاي؟ فنقول له صلاتكم صحيحة على مذهب الأحناف، لأن الأحناف عندهم النية في الوضوء سنة وليست إيه ركنا ولا شرط. مع أول غسل الوجه هتيجي. لا 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 مطلقا رفع حدث تصح بها كل حاجة. بيقول سمعت من أحد الدعاة فتوى تقول أنه يجوز للمرأة أن كتبها للمرأة. لا المرأة تحط الهمزة على الألف كده، ما تحطهاش على السطر جنب الألف. أنه يجوز للمرأة أن تقرأ القرآن في بيتها بالمايو أو بالملابس الداخلية، نريد الإيضاح. والله إحنا ما شفناش امرأة يعني بتقرأ القرآن بالمايو، لأن ما حدش فيش امرأة بتلبس مايو في بيتنا. لكن لو فرض جدل نفسها تلبس المايو وتقيسه، واخد بالك؟ وحبت تقرأ القرآن وهي لابسة المايو، تقرأ الفاتحة مثلا على روح الأموات، واخد بالك؟ لما قلعت كده ولبست المايو حست انها هتخرج من الدنيا زي ما دخلتها، فقالت الفاتحه على روح الاموات، ما يجراش حاجه تقرا الفاتحه وهي كده، ما يجراش، ما هو الفاتحه قران يعني، ما يجراش حاجه.
يعني. لكن هي ممكن الصورة تيجي ازاي؟ ان ممكن تقرا القران وهي لابسه قميص النوم مثلا، وقاعده على سريرها بالليل، خلصت ولبست قميص النوم بتاعها، وقميص النوم ده غالبا في الستات بيبقى مثلا مبين دراعها، مبين حاجه، شعرها باين، حاجات كده، ده عادي. فممكن هي وهي قاعده على سريرها كده ولابسه قميص النوم بهذه الصوره تقعد تقرا قرانها وردها بتاع اللي ما قريتوش طول اليوم، ما يجراش حاجه، ما يجراش حاجه خالص. واخد بالك ازاي؟ يعني لان قراءه القران خارج الصلاه لا يشترط فيها ستر العوره، مش كده برضه؟ بس فلها ان تقرا القران بس ما تكونش على جنابه ولا تكون في على حيض يعني او نفاس. هو لما بيقول الشيخ كده يعني يجوز تصلي بالمايو، تقرا القران بالمايو، يعني دليل ان هو يعني عايز ايه يقولها بطريقه يعني زعقه شويه عشان ايه يفضل الواحد فاكر الحكم يعني. لكن مش يقصد يعني لما تيجي تقرا القران تلبسي المايو، لا مش مقصود. يجوز يعني زي ما الدكتور علي مره، دكتور علي جمعه كان بيدرس في الازهر للطلبه ان ستر العوره في الصلاه يكفي فيه ستر لون البشره ولو بلبس ملتصق يعني مجسم، حتى لو مجسم طالما لون البشره مش باين عند الشافعيه يكفي كستر عوره للصلاه. فبيقول فيجوز للمراه ان تصلي بلبس الباليه، ببدله الباليه. ده بيشرح الطلبه، هم يكتبوا ثاني يوم في الجورنال المفتي يقول المرأة تصلي ببدلة الباليه. حاجة غريبة يعني، عشان تعرف الصحفيين مش فاهمين المسألة. هو بيفهم، بيدي مثال عشان يعلم الصلاة، مش بيقول ان الست تلبس بدلة الباليه يعني وتيجي تصلي. اتفضل. المالكية يقيموا قرينة الحال بيعتبروها نية. المالكية رأيهم ايه؟ قرينة الحال هي نية. أنت راجل جيت من بيتك ووقفت في الصفوف وبتبص وبتظبط نفسك وواقف ومستني الإمام يقول الله أكبر، وعارف إنك جاي تصلي المغرب، وبعد ده كله رحت قايل الله أكبر، خلاص بقت مغرب، ما دي قرينة الحال. الملكية بيعتبروا قرينة الحال نية. فهمت إزاي بقى؟ ما إحنا عايزين، إحنا عايزين الخروج من الخلاف، يعني سيدنا الشيخ إسماعيل صادق العدوي ده كان شيخي، كان مالكي أباً عن جد، وكان ينوي زي الشافعية بالظبط. يقول لك لا يطلع كلام الشافعية في النية هو اللي صح، نروح في داهية. فكان ينوي زي الشافعية بالظبط. فالخروج من الخلاف مستحب، ها؟ اتفضلي. هي اتفضلي. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. Thank you.
الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله، سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب ذي الدعوة التامة والصلاة القائمة، سيدنا محمد وسيلة الفضيلة، وبعث لهم المقام المحمود الذي وعدت أنك لا تخلف الميعاد. وحقيقتها أي النية، لا بقيد كونها في الوضوء، بل من حيث هي. وقوله شرعا أي وأما لغة فمطلق القصد، سواء قارن الفعل أو لا، يعني لغة هي مطلق القصد سواء قارن الفعل أو لا، فتسمى إيه في اللغة نية، في اللغة مش في الشرع. في الشرع لا تطلق نية إلا إذا كانت مقارنة لأول الفعل غالبا زي ما قلنا. قصد الشيء، حقيقتها قصد الشيء، أي كالوضوء والصلاة والطواف، أي عبادة يعني. وقوله مقترنا حال من القصد لا من الشيء، يعني حال كونه قاصدا أداء العبادة، تبقى النية حال كونه قاصدا أداء العبادة، ده وقتها، خدت بالك؟ وقوله بفعله أي فعل ذلك الشيء، فيجب اقترانها بفعل الشيء المنوي، إلا في الصوم فلا يجب فيه الاقتران، بل لو فرض وأوقع النية فيه مقارنة للفجر لم يصح لوجوب التبييت اللي هو لحظة قبل الفجر، فلو نواها مع الفجر بالظبط ما بيتش، ده في الفرض يعني، في صيام الفريضة يعني. بل لو فرض وأوقع النية فيه مقارنة للفجر، أي في الصيام يعني الفريضة، لم يصح صومه لوجوب التبييت في الفرض، أي تبييت النية في الفرض أن تقع لحظة قبل طلوع الفجر من الليل، فهو مستثنى من وجوب الاقتران، أو أن الشارع أقام فيه العزم مقام النية كما مر. فإن تراخى عنه، يعني تراخت القصد عن الفعل، تراخى بقى فينهم مسافة زمنية، يسمى عزما. ليس من تمام التعريف بل هو محترز قوله مقترنا بفعله، والضمير المستتر في تراخى يعود على الفعل، فإن تراخى الفعل عن القصد، فهمت ازاي، صار عزما، صار هذا القصد عزما يعني. والضمير في قوله عنه يعود على القصد، فإن تراخى الفعل عنه أي عن القصد، وعكس ذلك خلاف الظاهر، وإن قاله الحلبي في حاشية المنهج، المنهج للشيخ زكريا الأنصاري، لأن الظاهر أن المتراخي هو المتأخر دون المتقدم. قوله سمي عزما أي سمي ذلك القصد عزما، يعني لو تراخى يبقى القصد اسمه عزم، لكن لو طابق للفعل أو وافقه أول الفعل يسمى نية شرعا. وكثيرا ما يطلق عليه نية لأنه من أفراد النية لغة التي هي مطلق القصد كما مر. وتكون النية أي المذكورة التي هي ركن، ويندب أن ينوي سنن الوضوء، تكون نية الوضوء المفروضة دي عند أول غسل، عند إيه؟ أول غسل الوجه، فهمت إزاي؟ لأن ده أول الفرض، لكن يسن إن ينوي مع غسل الكفين الأول عشان ياخد ثواب السنن. يبقى السنة الأولانية دي، النية الأولانية سنة، والنية اللي مع غسل الوجه هي دي الركن، هي دي الفرض، فهمت إزاي؟ وعشان كده بيقول ويندب، يعني يسن أن ينوي سنن الوضوء عند غسل الكفين ليحصل له ثواب السنن التي قبل غسل الوجه، كغسل الكفين والمضمضة والاستنشاق والسواك والحاجات دي كلها والبسملة. فإن لم ينوي هذه النية اللي هي الأولانية المندوبة دي، لم يحصل له ثوابها، لأن لم تصر عبادة. وتكون النية المفروضة في الوضوء دي عند غسل أول جزء من الوجه، دي إيه؟ دي النية المفروضة في الوضوء. يبقى وانت بتشيل المية كده وهتلمس وجهك تروح ناوي، نويت فرض الوضوء، نويت فرض الوضوء، خدت بالك؟ خلاص، وبعد كده كمل وضوءك للآخر بقى، لأن بتنسحب على بقية الإيه؟
الأعضاء عند غسل أول جزء من الوجه. الأوضح عند أول غسل جزء من الوجه، أصل بيقول عند غسل أول جزء من الوجه، وأول جزء من الوجه الأولاني الفوقاني ده، فكلامه يقتضي إن لازم النية مع غسل أول جزء ده، لكن هو بيقول لك لا، ده كان حقه يقول عند غسل، عند أول غسل الوجه، عشان حتى لو لمست المية بالجزء السفلي من الوجه يبقى مشيت النية برضه، أو الجزء الوسطاني مشيت النية برضه. فهمت إزاي؟ ده هو بيقول لك كده يعني. عند أول ما تلمس المية أي حتة في الوجه، هو ده وقت النية. فهمت؟ عند غسل أول جزء من الوجه الأوضح عند أول غسل جزء من الوجه، فكان الأولى أن يقدر أول قبل غسل، لأن المعتبر قرنها بأول الغسل ولو من وسط الوجه أو أسفله، لا بغسل أول الوجه الذي هو أعلاه، لأن ذلك ليس بشرط، بل هو الأولى بس، الأولى أنك تبدأ بغسل الوجه من أعلاه بس، لكن مش شرط. واعتبار، أيوه حاضر، أخلص بس السطر ده. واعتبار اقترانها بأول غسل الوجه ليعتد به، عشان يعتد به عبادة. فلو غسل جزء منه، افرض غسل جزء منه وبعدين وصل لحد مناخيره كده قال نويت فرض الوضوء، يبقى عليه يغسل الجزء اللي فوقاني التاني. فهمت ازاي؟ فلو غسل جزءا منه قبلها، يعني قبل النية، أعاده بعدها، عاد الجزء اللي غسله قبلها ده بعدها تاني. فهمت؟ ومما يعتبر قرن النية به ما يجب غسله من شعوره، ويعتبر برضه غسل النية بالحاجات اللي واجب اقترانها، مما يجب غسله من شعور الوجه. ولو الشعر المسترسل، الشعر المسترسل لا ما يندب غسله، زي واحد حواجبه مدلدلة كده منه، خدت بالك؟ فبقت جزء من وجهه، فممكن برضه النية تيجي مع غسل أول جزء من الشعر الحاجب ده، أو الشارب ده ماشي كده مدلدل كده، يبقى أول ما يغسله حتى ولو استرسل. فهمت ازاي؟ يبقى برضه ايه، يكفي اقترانها مع أول هذا الجزء، وبعد كده يجيب الماء في باقي الوجه. ولو الشعر المسترسل لا ما يندب غسله كباطن لحية كثيفة، لكن اللحية الكثيفة المدلدلة دي وتكون باطنها، باطن اللحية دي يندب غسله مش واجب. فلو قرن النية مع وهو بيغسل باطن اللحية ما ينفعش، لأنه هو دلوقتي قرنها بشيء مندوب، لازم يقرنها بشيء واجب. فهمت ازاي؟ الأول عشان تبقى نية واجبة. ولو قص الشعر الذي نوى معه لم تجب النية عند الشعر الباقي أو غيره من باقي أجزاء الوجه. يعني هو مثلا خد الوضوء كده وراح غسل الجزء السفلي من وجهه ده، وفي شارب بتاعه كان مدلدل كده، وبعدين عمل كده، وبعدين واحد بمقص معدي كده لقى شاربه مدلدل منه وراح قصصه له، وبعدين هو بعد كده خد شويه ميه جاب النص الفوقاني، ما يحتاجش انه ينوي تاني، مع انه هو اقترنت بجزء اتقص، ما يضرش. فهمت ازاي؟ هو بيصورها لك يعني صور عشان يبقى عندك الحس الفقهي بس، لكن طبعا ما بتحصلش يعني. لكن لو فارض حصل، واحد صاحبك بيهزر معاك بيضايقك اي حاجه، وهي بتفيدك لما تبقى الميه قليله، هل تعيد تاني ولا كده كفايه؟ لانه ممكن تكون بتتوضى من كوز ما فيش غيره، فيقوم بعد ما غسلته ونويته الحمد لله وعمل، يجي يعمل لك كده تقول له يا هعيد تاني الميه هتخلص، وتتخانق معاه وترزعه على ملهاش لازمه. فهمت؟ هخلص بس السطر. لم تجب النية عند الشعر الباقي او غيره مع من باقي اجزاء الوجه. لو تعدد الوجه، افرض واحد ليه وجهين، انت عارف بيجيبوا الوقت العيال اللي مولودين لازقين في بعض، بتشوفهم انت، افرض بقى ليه وجهين، وجه من الناحيه دي كده وجه من الناحيه دي لازقين في بعض جمجمه واحده، وهيبعتوهم امريكا عشان يفصلوهم يقوموا يموتوا هناك، واخد بالك ازاي؟ فلما يجي يتوضى ده ابو وجهين ده يعمل ايه؟ لان كانت الحاجات دي بيشوفوها برضو زمان بتحصل. بيقول ولو تعدد الوجه اعتبر قرنها بالاصلي لا بالزائد. افرض ليه وجه زائد وجه اصلي، تعرف منين الوجه الزائد من الوجه الاصلي؟ ان الوجه الزائد ده ما فيهوش مناخير، ما فيهوش بق، في عين واحده، واخد بالك؟ لكن الوجه الاصلي فيه عينتين وفي مناخير وبيتغذى منه، اما بيتكلم منه يبقى ده الاصلي. فهمت ازاي؟ والتاني زائد، فلو كان ليه زائد واصلي. ولو تعدد الوجه
اعتبر قرنها بالاصل لا بالزائد، وان وجب غسل الزائد برضو لو كان على سمت الوجه يعني متصل بالرقبه، لكن لو متصل بكتفه مش واجب غسل لانه مش على سمت الوجه. فهمت ازاي؟ لكونه على سمت الاصل، وان اشتبه الاصل بالزائد وجب قرنها بكل منهم. افرض اشتبه الاصل بالزائد، يعني عنده وجهين كده، الوجه ده في عين وده في عين، والمناخير جايه في النص، فتحه الناحيه دي وفتحه الناحيه دي، وبقه جاي نص ثلاث ارباعه في الوجه ده وربعه في الوجه ده، واخد؟ يبقى اشتبه، يبقى ينوي في الاثنين، يبقى يجب قرنه في الاثنين. فهمت ازاي؟ وان كان اصليين اكتفى بقرنهما باحدهما. وافرض الوجه ده اصليين، يعني كل وجه ليه عينتين وليه انف وليه فم منفصل، والاثنين على سمت واحد، واخد بالك ازاي؟ لكن افرض واحد وجهه من قدامه والتاني من قفاه ملتصقين كده من بقى، يبقى وجب غسل الوجه اللي تتم به المواجهه، والتاني ما يجبش لان لا تتم به المواجهه، لان الوجه هو ما تتم به المواجهه، اللي على ظهره ده مش وجه وان كان في صوره وجه، لان لا تتم به المواجهه، ده قفاه. فهمت؟ لان هو لما بيقف يستقبل القبله بيستقبلها بايه؟ بالوجه اللي من جهه صدره، مش كده؟ مش من اللي من جهه ظهره. لكن افرض الاثنين على سمت واحد والاثنين اصليين، يعني الاثنين فيهم نفس الحواس، يبقى في الحاله دي يغسل الاثنين، وجب غسل الاثنين. وان كان اصليين، وان اشتبه الاصلي بالزائد، يعني بقى عندنا كده وجهين لكن ايه قد بعض، ده في حواس قد الحواس دي فمشتبه، ما اقدرش اقول فين الاصلي وفين الزائد، اشتبه، وجب قرنها بكل منهم، عشان انا مش عارف مين الاصلي من الزائد، يبقى يقرن النية بكل منهم. وان كان اصليين، ولو كان الاثنين اصليين اكتفى بقرنهما بواحد، لانه هو ده اقل ما الاجزاء، انه يغسل وجه واحد بالانسان الواحد، اي مقترن بذلك، اي بغسل اول جزء من الوجه. وهذا توضيح لمعنى عند، مش بيقول عند غسل اول جزء من الوجه، اي مقترن بذلك، اي بغسل اول جزء من الوجه. وهذا توضيح لمعنى عند، ودفع لما قد يتوهم من معنى عند الذي هو ما قارب الشيء قبله، كما في قولك دار زيد عند دار عمر، اي قريبة منه قبلها، يعني مقترن بذلك. عند غسل الوجه يعني مقترن بغسل الوجه، مش عند يعني قريبة من غسل الوجه، لا، يعني عند بمعنى الاقتران هنا. فهمت؟ لا بجميعه، ما يشترطش يبقى يقرن النية بجميع غسل الوجه، يكفي بأول غسل أول جزء، بعد كده بتنسحب النية على باقي الأعضاء وعلى باقي الوجه. أي لا يشترط أن تكون مقترنة بجميعه، فلو عزبت بعد قرنها بأول غسل جزء منه لم يضر، التفتت نيته، واخد بالك ازاي؟ بعد ما نوى انشغل، واخد بالك؟ بيكلم واحد جنبه صعيدة مكروه لكن وضوءه صحيح، ممكن يكلم واحد، أو انشغل بالذكر، أو انشغل بطاعة، أو انشغل بعبادة، أو انشغل بدعاء، يقول اللهم بيض وجهي أو ما تبيض وجوه، اللهم أعطني كتاب بيميني، اللهم، الناس اللي بتقعد تدعي الدعوات دي، فيبقى عزبت النية ما يضرش طالما هو نواه في الأول، خدت بالك؟ أي لا يشترط أن تكون مقترنة بجميعه، فلو عزبت بعد قرنها بأول غسل جزء منه لم يضر، فلا يشترط دوامها إلى غسل جميع الوجه، لأنه يكتفى بجزئه ولا بما قبله. اي ولا يكتفي، محدش يقاطعني لحد ما اخلص الحته دي. عزبت يعني يعني انصرفت. اصل لو قطعتني هنا هضطر اقرا الصفحه من الاول، يبقى هتصلوا الفجر هنا مش هتصلوا العشاء. الكلام ده لمصلحتكم. ولا بما قبله، اي ولا يكتفي بقرن النية بما قبل الوجه. ما يكتفيش بانه هو يكتفي بقرن النية ان هو نواه وهو بيتمضمض، ما ينفعش، ما يكتفيش بما بانها اقترنت بما قبله، لا، لازم يبقى مع اول غسل الوجه. لكن النيه اللي قبل كده دي نيه مستحبه بس. فهمت ازاي؟ اي ولا يكتفي بقرن النيه بما قبل الوجه من غسل الكفين او المضمضه او الاستنشاق ان لم ينغسل معها جزء من الوجه. لكن افرض وانا بتمضمض نويت فرض الوضوء والمضمضه انت عارف جزء من الوجه بيتغسل معاه، مش كده برضه؟ فرحت انا ايه ناوي ان دي جزء من غسل الوجه، يبقى مش محتاج ينوي تاني،
شفت الحلاوة دي؟ دي حتة حلو. لكن لو ما كانش ناوي بيها غسل الوجه مع المضمضة يبقى لازم ينوي تاني. شفت الشافعية بقى تعبوك ازاي؟ خد بالك علشان يبقى وضوءك يعني ما يخرش المية، احنا عايزين وضوءك ده ما يخرش المية على كل المزاج. كل ده بيقول لك ان لم ينغسل معها جزء من الوجه كحمرة الشفتين والا كفته مطلقا وفتاه ثواب السنة مطلقا. والتفصيل في وجوب اعادة غسل ذلك الجزء، فان قصد غسله عن الوجه فقط لم تجب اعادته، والا بان قصد السنة فقط، يعني قصد سنة المضمضة بس بالرغم ان غسل جزء بس هو كان قصد السنة، او قصدها قصد السنة وغسل الوجه او اطلقه وجبت اعادته. فهم؟ يعني هو انغسل وجهه ده اتغسل وهو بيتمضمض، الجزء ده اتغسل اتفاقا، هو مش قصد انه يغسل وجهه فده ما ينفعش. فهمت ازاي؟ لانه ده انغسل اتفاقا. فهمت المسألة؟ فيبقى ده ما ينفعش، لازم يكون قصده هو بالظبط. ادي المعنى اتفاقا ومش قاصد منه غسل الوجه اللي هو فرض، يبقى يجب عليه إعادة النية تاني مع غسل أول وجه. فهمت ازاي؟ نعم. وهذا هو المعتمد ان هو يعيد تاني. كويس؟ المعتمد في المذهب دليل ان في خلافه، اما يقول لك المعتمد دليل ان في ناس اجازوا في المذهب برضه. قال لك لا يمشي بقى، ما تعقدهاش على الناس بقى، سيبهم بقى يتمحلحوا شويه. لكن القول ده مش المعتمد في الفتوى. خدت بالك؟ وقيل لا يعيده، شوف قيل يجيبها لك بصيغه التمريض. يعني الوجه قال لك طالما جزء من الوجه اتغسل مع نيه خلاص كفايه بقى. ما تقعدش تعقدها على الراجل، ما هو نوى فرض الوضوء وراح متمضمض وجزء من وجهه اتغسل مع المضمض، خلاص بقى مشيها بقى. واخد بالك؟ قيل، لكن احنا نقول له لا مش هنمشيها، ده المعتمد. الا ان قصد السنه فقط، لكن امتى بقى نقول له عدها بالاجماع بلا خلاف؟ لو كان قصد السنه بس، انه يؤدي سنه الوضوء ما يقصدش معاها فرض الوضوء، ساعتها بالاجماع ما فيش خلاف. فهمت؟ إلا إن قصد الوجه فقط أو قصده، لكن لو قصد الوجه فقط أو قصده والسنة أو أطلق، فإن قصد تحصيل الثواب حينئذ، يعني لو قصد السنة فقط يبقى عليه عيد، لا إن قصد الوجه فقط معلهوش يعيد، أو قصده الوجه فقط مع السنة برضه معلهوش يعيد. فهم؟ أو أطلق، واخد بقى، او اطلق يعني لا قصد السنه ولا فرض، وقصد الوضوء وخلاص اطلق. واخد بالك؟ كل ده على الوجه اللي بيقول لك ما يعيدش. فان قصد تحصيل الثواب حينئذ، افرض هو عايز يحصل الثواب ان هو يبقى المضمضه حاجه منفصله تماما عن غسل الوجه، ادخل الماء بانبوبه مثلا، انه ايه ياخدها بشفاط يعني كده عشان ما فيش حتى بق، ده على الوجه التاني يعني، الوجه التاني عشان يحصل السنه صافيه. كده. والاحسن بيقول لك انه ما بيوصيش بكده يعني، ده هو بيفترضها يعني، لكن الاحسن ان ينوي اولا السنه فقط. يبقى الاحسن يقول بسم الله نويت سنه الوضوء، يغسل ايده ويتمضمض ويستنشق، وبعدين نويت فرض الوضوء ويغسل وجهه ويمشي اموره. ويكمل وضوء الاخر. ده الاحسن. خدت بالك؟ والاحسن ان ينوي اولا السنه فقط، كان يقول نويت سنن الوضوء، ثم ينوي عند اول غسل الوجه النيه المعتبره. والحاصل ان الكلام في ثلاث مقامات. الاول في الاكتفاء بالنيه، يعني هل يكتفى بالنيه الاولانيه؟ الثاني في فوات ثواب السنه، انه كده لو نوى الفرض من الاول فهتفوت ثواب السنه. الثالث في وجوب اعاده غسل ذلك الجزء بعد ما نوى في الاول وانغسل مع النيه الاولانيه فيجب اعاده ذلك الجزء. فتامل يعني الخلاف في الثلاث حتت دي. ولا بما بعده، يعني مش محتاج برضو، اي كاليدين فلا يكفي قرنها بهما، ما ينفعش ما ينويش في الوجه وبعدين ينوي في اليدين، ما يكفيش، لازم مع الوجه. ولا بما بعده يعني بما بعد الوجه،
كاليدين فلا يكفي قرنها فلا يكفي قرنها بهما باليدين إلا إن تعذر غسل الوجه. لكن إمتى ينفع يقرن النية باليدين؟ لو كان وجهه محروق والدكاترة قالوا له اوعى تجيب على وجهك ده مية لمدة أسبوعين، فما يجي بيتوضى ده بيعمل إيه؟ بيغسل إيده ويبتدي يغسل في دراعه ويروح ماسح على راسه ويغسل رجليه، مفيش غسل وجه عنه. يبقى ساعتها النية تبتدي مع غسل إيه؟ المرفقين، لأنه سقط الوجه. فهمت؟ إلا إن تعذر غسل الوجه بأن عمته الجراحة ولا جبيرة، وإلا اعتد بها عند اليدين، وبشرط أن الوجه ما يكونش عليه جبيرة، لكن لو عليه جبيرة وجب النية مع مسح الجبيرة. فهمت؟ لكن ما عليهوش جبيرة زي الحرق ده، حروق الوجه تملي ما بنغطيش الوجه، بنسيبه عريان كده. واخد بالك؟ ونعمل رش وحاجات من دي ونقول له ما تجيبش عليها مية. فيبقى في الحالة دي ما ينويش بقى عند الوجه لأنه مش هيغسله. لكن اما يبقى ايه لافف وشه بالشاش وعامل جبيره يبقى ساعتها هيمسح على ايه؟ عليها، يبقى وجب هنا النيه. والا اعتد بها عند اليدين لسقوط غسل الوجه حينئذ، فان كان عليه جبيره وجب مسحها بالماء وقرن النيه به، وياتي ذلك في بقيه الاعضاء. ولو فرق على اعضاء الوضوء اعتبر قرنها بكل عضو على حدته. طب افرض تقول نويت رفع الحدث عن الوجه، وين نويت رفع الحدث عن الذراعين، وين نويت رفع الحدث عن الرأس، نويت رفع الحدث عن الرجل، قسمها على كل وقت تمشي. لكن كده صعب على نفسك، انت نوي من الاول وخلاص تنسحب على الكل. فينوي تفريع على قوله النية عند غسل الوجه، والمراد ان ينوي ذلك بقلبه لان حلها القلب، ويسن النطق بلسانه ليساعد اللسان القلب كما مر. فينوي المتوضئ أي مريد التوضؤ، ففيه تجوز لأن مريد التوضؤ هو اللي بينوي. واخد بالك؟ لأن ممكن واحد يوضيك، اللي بيوضيك مش مهم ينوي، لكن أنت المهم تنوي لما يجي هيوصل يغسل وجهك تروح أنت بقى ناوي. خدت بالك؟ أي مريد التوضؤ ففيه تجوز، وليس المراد المتوضئ بالفعل حقيقة عند غسل ما ذكر أي أول جزء من الوجه. ينوي إيه؟ رفع حدث أي رفع حكمه. نقف عندها دي عشان نكمل المرة الجاية إن شاء الله يوم السبت القادم. في ناس كانت عايزة تسألني، نسأل بقى علشان نقيم الصلاة. أي اتفضل. الموالاة اسمها، الموالاة سنة عند الشافعية، هتيجي في سنن الوضوء، وركن عند المالكية. الاسراف دي مكروهات الوضوء قلناها الدور اللي فات، انت جيت السبت اللي فات؟ اه قلناها في المكروهات. ولو كنت على نهر جاري، بيقول لك لا تسرف ولو كنت على نهر جاري. في كان اي اتفضل. تصح صلاته لانه عنده السلام سنه. ده مذهب ابو حنيفه. اه مذهب ابو حنيفه عنده ان اي فعل منافي للصلاه ولو غير السلام في اخر التشهد يحلك من الصلاه. ولو اتكلمت، يعني قريت التشهد كده وبعدين واحد عطس وقلت له ارحمكم الله، صلاتك صحيحه خلاص، حتى ما قلتش السلام عليك. لكن ده مذهب الاحناف. لكن الشافعية عندهم السلام نفسه ركن من الصلاة، فلو تكلم قبل أن يسلم والتسليمة الأولى بطلت صلاته، عليه عيدها كلها. وقالوا برضو أنه لو خرج ريح، يعني أرى التشهد وهو بعد ما خلص التشهد خرج منه ريح في التشهد الأخير وما قالش لسه السلام عليكم، صحت صلاته على مذهب الأحناف وبطل على بقية المذاهب، لأن لازم يسلم يقول السلام عليكم التسليمة الأولى بس. فإن اكتفى بتسليمة يقولها بمواجهة مش باليمين، يعني لو هتكتفي بتسليمة واحدة تقول السلام عليكم علشان تبقى سلمت عن اليمين والشمال، انما اما هتسلم تسليمتين تقوم توجه كده يمين وتوجه كده شمال. خدت بالك؟ في حد كنت هتسأل؟ كنت هتسأل؟ صح. ايوه 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 لو قال سنن وفرائض الوضوء يبقى عزبت النية هنا عن اول الوجه. ما احنا قايلين ان هي فرضها امتى؟ عند اول غسل الوجه.
فلو قال نويت سنن وفرائض الوضوء ومع المضمضه نوى الجزء اللي لامس الماء من وجهه ده غسل الوجه، يبقى يمشي النيه دي. فهمت ازاي؟ لكن لو ما نواش زي ما التفصيل اللي احنا قلناه يبقى المعتمر عليه عيده تاني. خدت بالك؟ فاتته صلاه الظهر واذن العصر فصلاه، اصلي الظهر ثم انصرف، فهل هذا يجوز ام يجب عليه صلاه العصر مره اخرى لمراعاه الترتيب؟ على مذهب الشافعيه باي وجه صح، لان الترتيب ما فيهوش مشكله على مذهب الشافعيه. يعني هو ما صلاش الظهر دخل المسجد لقاهم بيصلوا العصر يا جماعه، هو ما صلاش الظهر دخل معاهم نوى العصر، خلصوا صلاه العصر سلم معاهم قام هو جاب الظهر خلاص ويروح كده كفايه، لان الترتيب بين الصلوات مش مشكله على مذهب الشافعيه. ولو نوى معاهم ظهر وهم عصر صح برضه، ويقوم بعد كده بعد ما يسلموا يجيبوا العصر، لان خلاف النيه بين الامام والمأموم لا تضر عند الشافعي. فاهم؟ لكن المالكيه عندهم الترتيب ضروري، ففي الحاله دي هيخش ينوي العصر لادراك الجماعه، هينوي العصر معاهم لادراك الجماعه، وبعد ما يسلموا يجيب الظهر ويجيب عصر تاني عشان يدرك الترتيب ده المالكيه. لكن الشافعية حلوين واحنا بنفسي بمذهبه، لان هو خلاص يصلي باي ترتيب مش شرط، فممكن يصلي معاهم العصر بنية العصر خروجا من خلاف ما اللي يجيز تغيير النية. فهمت ازاي؟ فما ينويش معاهم ظهر وهم عصر، لان في مذاهب لا تجيز هذا، فيخلي صلاة العصر بتاعته صحيحة على كل المذاهب، عشان تبقى صلاة العصر بتاعته صحيحة على كل المذاهب، فينوي معاهم عصر ماشية كده، يبقى صلاة صحيحة على كل المذاهب، الا المالكية باطلة لانه ما صلاش قبلها ظهر. ما يضرش خلاف المالكيه في النقطه دي، ما يضرش تيسيرا، لان احنا شافعيه بقى، ما احنا مش عايزين نحبكها قوي، كفايه ان احنا حبكناها في النيه مش هنحبكها في دي. وبعدين بعد ما يخلص يروح قايم جايب الظهر وخلاص ويروح بقى. فهمت؟ هل يجوز اختلاف نيه الماموم عن نيه الامام؟ قلناها اه يجوز على مذهب الشافعيه بس. هل النوافل تكفي لجبر الصلوات الفائته؟ لا ما تجبر يعني السنن، هل النوافل دي ما تجبرش فرض ابدا، ما تحلش محل فرض، لكن تجبر الخلل اللي في الفرض، تجبر الخلل اللي يحصل جوه الفرض. انت مثلا في صلاه الفرض دي سرحت شويه، عملت شويه ايه حاجات ما تلقش شويه في الصلاه، انشغلت عن ربك حاجات كده، فتيجي بقى الصلاه دي ايه تبقى تقول زي لجنه رأف، ترفع درجه الصلاه شويه بعد ما كانت هتسقط، يروحوا ملزقينها بالسنه. لكن ما تحلش محل فرد انت ما اديتوش. خدت بالك؟ فلازم الفرد لا يؤدى الا بفرد مثل. فالمنسيه الصلوات الفائته تقضيها، تقضيها. لو كانت خمس فرائض فاقل تقضيها وانت واقف مره واحده مع مراعاه الترتيب. ان كان ازيد من خمس فرائض يبقى تقضي مع كل فرد فرد مثل لحد ما تخلص. براحتك بقى سنة اتنين تلاتة يقعد مع نفسه كده ويحسب، يقول انا بدأت اصلي من سن كذا، ولما سافرت الحتة الفلانية قعدت فيها سنة ما بصليش، وبعدين انا كنت بلغت من سن كذا لكن بدأت بعدها بسنتين، يبقى دي سنة وسنة اللي سافرتها والست شهور هنا، ولما عملت العملية الفلانية قعدت اسبوعين في المستشفى. يقعد يحسبهم كده ترتيب، يقعد يراجع نفسه كده يقول اه انا كده يبقى حساب صلاة سنتين، يوم يقعد سنتين يصلي مع كل فرد فرد. خدت بالك ازاي؟ يوم يمشي كده يخلص حساب، او مع كل فرد فردين يخلصهم في سنه وهكذا. وما ينفعش يروح يعمل عمره يقول هناك الفرد ب 100,000 فيروح نصلي ظهر يبقى ب 100,000 ظهر، ما ينفعش، ده في الثواب مش في الاداء، 100,000 في الثواب مش في الاداء. لا مش لازم، ده هو العلماء قالوا كده تيسيرا على الناس، لكن انا ممكن مع كل فرض اصلي خمس فرائض، يبقى كل يوم بقضي خمس ايام، يعني اجي مع الصبح اروح جايب صبح وظهر وعصر ومغرب وعشاء، واجي مع الظهر اصلي صبح وظهر وعصر ومغرب وعشاء، واجي مع العصر اعمل كده، ومع المغرب اعمل كده، ومع العشاء اعمل كده، يبقى كاني كل يوم بقضي خمس ايام. تمشي كل واحد حسب جهده، لكن هو العلماء تيسيرا على الناس وعشان ما تتلخبطش قال لك مع كل فرد فرد مثله، علشان تلاقي نفسك ايه خلصت المده بتاعتك وانت كده ايه ما وسوستش ولا حاجه. اه يقعد بقى يصلي 30 سنه، ولو مات في السكه
يبقى في مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه لو مات في الطريق. ما حدش قال كده، الإمام أحمد بن حنبل الوحيد اللي قال لا يقضي ما فاته وتظل يعني رقبته معلقة بما تركه وهو في مشيئة الله. يعني ده وداه في داهية، ده الإمام أحمد بن حنبل ده وداه في داهية. يعني قال ده هتفضل معلقة في رقبتك وملاش حل لحد ما تقابل ربك. يعمل اللي يعمله فيك أو يسيبك أنت حر، لكن أنت مالكش حل عندنا. يبقى الإمام أحمد بن حنبل مذهبه أشد. الشافعية ولا يقضوها عنه، الإمام أحمد بن حنبل يقول لك خلاص فات الفرض لا يقضى. يعني أنت صليت العشاء الدارت والمغرب اللي فات ده ما صليتوش، ما تقضيهوش خلاص على مذهب الحنابلة، ويفضل معلق في رقبتك ليوم القيامة لحد ما تقابل ربك، معلق في قلبك بقى كام فرض الله أعلم. لكن الحكاية دي صعبة. الشافعية قاسوها على دين الله حق أن يقضى، واخد بالك قول الرسول صلى الله عليه وسلم دين الله حق أن يقضى، فقاسوا ذلك. وكفاية كده علشان احنا جينا الساعة 11. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون. وغفر عن ذكري الغافلين.